السيدة الأولى في إسرائيل على الورق حتى الآن، زوجة جدعون ساعر، تهدد سارة نتنياهو على منصب الأنثى الأقوى في إسرائيل بعد ارتفاع رصيد زوجها وترشيحه بقوة ليحل محل وزير الدفاع المهدد بالإقالة يوآف غالانت. جولا إيفن البالغة من العمر 52 عاماً هي صحفية ومقدمة برامج إسرائيلية، تزوجت من جدعون ساعر عام 2013 وبدأت العمل في الإعلام الإسرائيلي منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث عملت عام 1993 في القناة الأولى الإسرائيلية، وتنقلت عبر عديد المنابر الإعلامية في إسرائيل من هيئة البث الإسرائيلية إلى موقع واينت العبري وغيرها الكثير، التي كان آخرها شبكة البث 13 ريشيت العبرية التي استقالت منها قبل عام تقريباً، وهي من أشهر الإعلاميات اليساريات في إسرائيل. منذ عام 2013 اضطرت لترك عملها أكثر من مرة بسبب تداخل تفاصيل مهنتها مع منصب زوجها الحكومي، وعلى سبيل المثال تقول التقارير العبرية بأنها اضطرت للاستقالة عام 2021 من هيئة البث الإسرائيلية كان بسبب ترشح زوجها للكنيسة آنذاك. وبعد أن صدرت الصحف الإسرائيلية اسمها على أنها المنافس الشرس لسارة نتنياهو على مقعد السيدة الأولى، فإنها تلقت عديد الرسائل بحسب لقاء إذاعي أخير لها تحدثت فيه عن كم رسائل التهديد التي وصلتها، ووصفت هذا بأنه أمر اعتادت عليه منذ سنوات، فيما قالت عنه آلة سم لا تتوقف، وتضمنت الرسائل أيضاً تهكماً حول قدرات زوجها وبأنه لا يملك الخبرة ولا يستحق منصب وزير الدفاع. بينما على الطرف الآخر يزعج سارة نتنياهو هذا الصعود لأنثى منافسة، سيما مع حرب صحفية تخوضها بعض الصحف ضد سارة، وأبرز الأمثلة على هذا ما جاء في صحيفتها آرتس التي نشرت صورة لجيولا إيفن في المقدمة وأخرى لسارة نتنياهو مشطوبة في الخلف معلقة عليها قريباً السيدة الأولى الجديدة.